بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض مجموعة حلقات شرح برنامج ساب 2000. في الحلقة دي ان شاء الله عايزين نعرف ازاي نوصف خزان عالي على برنامج الساب وندخل له حمل المية، ازاي نرسم دوم، ازاي نرسم سلندر، ازاي نرسم كون في البرنامج، ازاي نعمل اوامر ريبليكيت في 3 ديمنشن اباوت سنتر معين اللي هو ريبليكيت راديال من اباوت سنتر لاين معين، عايزين نلف في مسار دائري، وفي شويه مهارات هنكتسبها جوه الحلقه ديت، ازاي نحط احمال الميه اللي هو البريشر بتاع الميه، او لو انا عندي سويل برضو ازاي اوصفها على البرنامج، هي نفسها نفس فكره توصيف حمل الميه. عندي خزان الفيتد تانك، خزان عالي دائري عباره عن اسطوانه تخانتها 30 سنتي، الاسطوانه ديت ارتفاعها 8 متر وقطرها 10 متر، الاسطوانه متشاله على كون ناقص مخروط، الكون ده تخانته 30 سنتي ارتفاعه 4 متر، والريديوس الدامتر بتاعه من فوق من هنا 10 متر اللي هو القطر بتاع الخزان، ومن تحت هيبقى اصغر شوية هيبقى 2 وشافت 2 كمان، وكمان هنا 2 يبقى ده من هنا 6 متر ومن فوق 10 متر، ده الكون. وفي عندي هنا دوم ناقصة برضو متركب عليها شافت اللي هي اسطوانة داخلية بحيث يطلع منها المواسير اللي هتدخل المية وهتنزل المية من الخزان ده، وعندي كمان رينج بيم هنا هوريزونتال بيم 80 × 35 ديت علشان تشيل الرياكشن الافقي بتاع المية، وفي عندي هنا رينج بيم برضو تانية بس عبارة عن ال بيم هتشتغل رأسيا وافقيا، هتنقل احمال الخزان كله على 8 اعمدة زي ما شايفين في 3 دايمنشن هنا، يعني ده عمود متكرر 8 مرات اباوت محور زد، الأعمدة الثمانية دول متربطين زي ما شايفين هنا برضو برينج بيمز على مسافات 5 متر رأسية، الرينج بيم ديت فرضنا لها تخانة 50 سنتي والعرض بتاعها 25، ديت كامر ريكتانجولر سيكشن 25 × 50، ال بيم اللي هنا ديت 80 × 80 × 35، والهوريزونتال بيم فرضنا لها 80 × 35، والدوم فرضنا لها تخانة 12 سنتي لأنها مش شايلة أي أحمال غير وزنها بس، وده هيبقى كله كومبريشن عليها فممكن نصغر لها التخانه قوي، الشيلز والدومز والحاجات دي بيبقى كل الاحمال اللي عليها تتحول لاكسيال فورسز والمومنت فيها بيهمل، فما بنحتاجش تخانه كبيره وما بنحتاجش كميه حديد كبيره. علشان نوصف الخزان دوت على برنامج الساب ممكن نرسم نصه عباره عن خطوط فقط، يعني هرسم عندي الجزء اللي انا هرسمه بالاحمر ده اللي هو الخط ده هنرسمه على الساب، والخط ده والشافت دوت نرسم الخط ده، والجزء الكيرف ده برضو هنرسمه، والجزء بتاع الدوم ده هنرسم الراسم بتاعه، نرسم مجموعة خطوط جنب بعضها بحيث في الاخر تديني شكل الدوم، ده كله المفروض ان احنا هنعمله على الساب، هرسم النص كده، والاعمده دي هنرسم منها عمود واحد ونحط له سبورت، ده اللي انا هعمله على برنامج الساب، اللي هرسم النص بس وارسمه عباره عن خطوط مش هرسمه عباره عن بلاطات. بعد ما رسمت ده عباره عن خط اخده واعمل له اكسترود زي ما عملنا في الفلات ستاب قبل كده ورسمنا بلاطه دائريه، برضه هرسم بلاطه دائريه بس في 3 دايمنشن، هنختار الخط بتاع الدوم ده ونعمل له اكسترود اباوت محور زد، الزاويه الكليه بتاعته 360 درجه، فلما يلف يعمل لي قبه او يعمل لي دوم في السبيس، وهكذا برضو الخط ده بتاع الاسطوانه لو خدناه ولففناه اباوت محور زد بزاويه 360 درجه هو ده الراسم بتاعي، هيرسم لي برضو في السبيس اسطوانه قطرها 10 متر وارتفاعها اللي هو ارتفاع الراسم بتاعي اللي هو 8 متر، وهكذا بقية الأجزاء بتاعة المنشأ اللي عندي. بالنسبة للأعمدة اللي تحت ديت العمود ده مش هعمل له اكسترود، العمود ده هيتعمل له ريبليكيت، لأن لو عملت له اكسترود هيعمل اسطوانة هي اللي هتشيل الخزان، لكن الخزان مش متشال على اسطوانة، متشال على أعمدة، فأنا هعمل العمود ده هو خط أهو ونقسمه بأمر ديفايد فريمز أربع قطع كل قطعة 5 متر أهيت، وناخده ونعمل له ريبليكيت في السبيس أباوت محور زد 8 قطع بما فيهم الاصل اللي هو عندي ده. بالنسبه للرينج بيمز ديت هناخد نقطه واحده اللي هي هنا، النقطه دي
هي تبقى موجودة بعد ما هقسم، وهكذا برضو النقطة دي تبقى موجودة بعد ما تقسم الفريم الى 4 قطع، هيبقى في عندي 3 نقط اتولدوا هنا. النقط ديت هناخدها ونعمل لها اكسترود، علشان انا عايز ارسم من النقطة احولها لخط، بس خط في مسار دائري عشان اعمل رينج بيم، يبقى نلفف اباوت محور زد. علشان نعرف المهارات ديت ندخل على برنامج الساب دلوقتي، نعمل نيو موديل، الوحدات بتاعتنا هي طن متر معدلينها من قبل كده، نعمل جريد اونلي، والاكس دايركشن عدد الخطوط 0، وفي الواي 0، وفي الزد 0، ونعمل شبكه على مقاس الحاجات اللي انا هرسمها، اديت جريد، نشتغل بنظام السبيسنج ونخلي البابل سايز وليكن 0.6. في اتجاه اكس انا عايز ابدا ارسم الجزء اللي انا رسمته من فوق ده، عايز اخلي الصفر بتاعي هنا، الصفر هنا، يبقى انا عايز اعمل في اتجاه اكس اول حاجه الشافت ده 2 متر كله، فانا هرسم المسافه ديت متر، وبعد كده في 2 متر لحد الدوم، لحد قاعده الدوم، وبعدين 2 متر كمان من اول هنا لحد اخر الكون من او اخر الاسطوانه، الحته دي 2 متر الحته اللي على المايل ديت. ده كده في اتجاه الاكس، وبعد ما خلصنا في اتجاه اكس نعمل صفر، ندخل على اتجاه زد، مش هرسم حاجه في اتجاه واي، انا اللي انا رسمه دلوقتي ده اكس زد، وانا هلفف اباوت محور زد، فهيعمل لي هو لوحده في السبيس، مش محتاج اعمل خطوط شبكه في اتجاه واي. في اتجاه زد المسافه عندي عايز ابدا اول مسافه اللي هي 2 متر اللي هي الدوم ديت لتحت، وبعدين 2 متر كمان عشان اوصل لحد اخر المخروط اللي هو ده، يبقى انا بدات 2 ثم 2 وبعدين 8 وبعدين 5 وبعدين نخلص نعمل صفر ونعمل اوكي، ونجيب الاكس زد ده كده المفروض ان هو الشبكه اللي الناحيه دي اللي هو الجزء ده لو رسمناه كده. المفروض ان هو ده خط شبكة اللي هو تحت، وبعدين ده الرأسي اللي هو الزد، في عندنا خط هنا كمان تاني، وفي هنا خط، وفي هنا خط، في اتجاه زد في هنا خط، وفي هنا خط عند الكاميرا ديت، وفي هنا خط عند بداية الدوم من تحت، وخط عند آخر الدوم من فوق. دي خطوط الشبكة اللي احنا شايفينها هنا في اتجاه زد، عندي 4 مسافات زي ما انا شايف هنا كده، وفي اتجاه اكس في 3 مسافات اللي هي 1 2 3. نبدأ نعرف قطاعات الكاميرات اللي عندنا من ديفاين فريم سيكشن ديليت بروبرتي، نلغي القطاعات القديمة ديت ونعمل قطاع ريكتانجولار سيكشن اللي هو بتاع الهوريزونتال بيم ديت، هنسميها هوريزونتال بيم 80 × 35. هنعمل هنا الدبس بتاعها 0.35 لانها هوريزونتال، والويدث 0.8 خلاص بتظهر بالكاميرا زي ما احنا شايفينها هنا كده، دي هوريزونتال بيم. نعمل الدبس هو الصغير والويدث هو الاكبر، اوكي. ونعمل كمان كاميرا رينج بيم اللي هي 25 × 50 ديت، لكن ديت كاميرا رأسية الدبس بتاعها لتحت. نعمل ريكتانجلر كمان ديت هنسميها رينج 25 × 50، الدبس بتاعها 0.5 والويدث 25%. نعمل كمان كاميرا ال سيكشن اد انجل اد نيو بروبرتي، الماتيريال بتاعتي كونكريت، سيكشن نيم هنسميه ال بيم، القطاع بتاعي ده 0.8 في الهوريزونتال و 0.8 في الفيرتيكال اللي هو الارتفاع والعرض الكلي، وبعدين السيكنس بتاع الفلانجة 0.35، والسيكنس بتاع الويب اللي هو التي ويب 0.35.
الكاميرا دي بقى 80 في 80 وديت 35 وديت 35. اوكي كده عرفت القطاعات بتاعت الكاميرات اللي موجودة عندي، كاميرا 2 والكاميرات اللي تحت دي يبقى 3. في عندي كمان قطاع للعمود اللي هو التمن اعمدة دول 30 في 80، نعمل اد ريكتانجلر كولم 80 في 30 يبقى ده 0.8 في 0.3. اوكي ممكن نلغي كده القطاع اللي هو الدبليو 36 في 300 ده. اوكي نبدأ نرسم الراسم اللي احنا قلنا هنرسم بيه الخطوط بتاعتنا بأمر درو فريم. طب انا اختار ارسمه بأي قطاع منهم، اي قطاع مش هيفرق معايا كده كده انا هلغيه في الاخر وهيتفضل عندي البلاطة بس. ممكن نرسم هنا الشافت بتاعنا اهو من هنا لحد هنا، ده الشافت والاسطوانة الشافت كمان اوطى من كده شوية كمان من هنا لحد هنا، والاسطوانة برضو من هنا لحد هنا، والمخروط من هنا لتحت. بعد كده عايز ارسم الجزء الكيرفد اللي هو بتاع الدوم، الجزء الراسم بتاع الدوم اللي هو نص الجزء بتاع نص الدوم ديت. هنختار النقطة ديت انا عايز ارسمها كده كيرف، يبقى انا المفروض اخد النقطة دي اعمل لها اكسترود اباوت محور العمودي على المستوى، علشان ارسم حاجة في المستوى بتاعي يبقى لازم انفف النقطة اباوت المحور العمودي على المستوى اللي هو محور واي. يبقى نختار النقطة دي ونقول له هنا edit extrude point two frames، يعني من النقطة عايز ارسم خط point two frame radial about محور واي اللي هو العمودي على المستوى بتاع اللي انا عايز ارسم فيه الكيرف ده. البوينت اللي هنلف حواليها اللي هي السنتر بوينت بتاعي اللي هو ده اللي هو عند الاكس بصفر، وعند الزد الارتفاع من هنا لحد هنا ده كله 8 و4 يبقى 12 متر، الزد ب 12 متر اللي هي النقطة دي، صفر في الاكس والزد ب 12. يبقى انا كده هلف اعمل ربع دايره. الانجل كليه المفروض انا عايزها 90، طيب النمبر اعمله كام والانجل كام مش هيفرق، المهم ان انا عندي العدد بتاعي في الانجل الصغيره بتاعتي في الانكريمنت انجل بتاعتي يبقى 90. فلو سبناها 10 و9 مفيش مشكله وقلنا اوكي نلاقيه رسم لي، بس هو رسم كده بالسالب، المفروض ان انا ادخل اعمل اندو واعمل نفس ده بالظبط كده او edit extrude point two frame radial نفس الابعاد ديت، بس الانجل بدل ما هي 10 نخليها ناقص 10. اوكي كده رسم الراسم بتاع الدوم بتاعتي. برضو في دوم تانية هنا السنتر بتاعها هو النقطة دي، النقطة ديت احداثياتها من تحت هي 1 و0 الاكس بواحد والزد بصفر. لو اخترنا النقطة دي وقلنا edit اكسترود بوينت 2 فريم راديال اباوت محور واي برضو الاكس بصفر الاكس بواحد اللي هي ديت النقطه دي سنتر بوينت، والزد بصفر، والانجل بتاعتي مفيش مشكله لو خليناها برضو 10 في 9، بس هي كمنها حته صغيره مش لازم النمبر يبقى 9، ممكن نعمل النمبر 4 بس كفايه. يبقى الانجل ديت هتبقى ناقص 90 على 4، يعني كل قطعه هتبقى 22 درجة ونص. المفروض ان الانجل في النمبر يبقى هي الزاوية الكلية بتاعتي اللي هي ربع دايرة اللي هو الكيرف ده. نعمل اوكي نلاقي رسم لنا اربع قطع اهي، قطعة 2 3 4 الزاوية بتاعتهم كل زاوية من دول من هنا كده، الزاوية دي بتاعت كل قطعة 22 ونص، وهم اربع قطع يبقى الزاوية دي كلها 90 درجة. بقي عندي العمود، نختار النقطة ديت لو صغرنا كده، لو اخترنا النقطة دي وعملنا edit extrude point 2 frame انا عايز ارسم من النقطة ديت خط اشد منها خط، بس بدل ما اختار راديال نختار لينير لان انا عايز ارسم خط مستقيم مش عايز ارسم كيرف.
لينير. طيب النقطه دي عايز تنزل في اتجاه تمشي في اتجاه دلتا اكس بقد ايه؟ عايز امشي في اتجاه دلتا اكس ب 2 متر، اهو من النقطه دي للنقطه دي في اتجاه اكس 2 متر بالموجب 2. طب وفي اتجاه واي مش عايز، انا عايز ارسم في المستوى اكس زد سيبها زي ما هي، والزد دلتا زد عايز انزل لتحت المقدار 20 متر، ان دي 5 5 5 5 يعني النقطه دي نزلنا 20 يبقى ناقص 20، والنمبر هي قطعه واحده بس عمود واحد كله على بعضه. نعمل اوكي كده رسمنا العمود، نختار النقطه اللي تحت دي ونعمل اساين جوينت ريسترين هنجد. بعد كده عملت العمود، بس انا عايز اختار العمود ده واقطعه اربع قطع، لان انا عندي هنا ايه كمرات في النص اللي هي الرينج بيمز ديت. الخط ده هنعمل له ايديت ديفايد فريمز بريك ات انترسكشن، لا مفيش انترسكشنز اصلا عليه، هنعمل له ديفايد انتو كام فريم، اربع فريمات. الريشيو بتاعت كل واحده على اللي قبلها او على اللي بعدها بواحد، يعني كلهم اربع فريمات متساويه، يعني دي دايما هنسيبها بواحد. ودوت العدد بتاع الفريمات. اوكي كده قسمهم لي اربع قطع متساويين، قطعه 2 3 4. كده انا خلصت نص المشوار. المفروض بقى ان انا هبدا اعمل البلاطه بتاعتي في 3 دايمنشن اللي هي الدوم بتاعتي. هنختار الجزء ده كده نقول له هنا edit extrude line to area، انا عايز ارسم من الخط بلاطه بس في 3 دايمنشن، بلاطه دائريه دوم extrude line to area radial. انا عايز الف بالخط ده اباوت محور زد في السبيس، اباوت محور زد الروتيشن بوينت 0 0 اللي هو الاكس والواي ب 0 0. دايما احنا بنحط السنتر لاين بتاع الخزان على الاكس والواي والزد بصفر زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا هلف اباوت المحور الاحمر اللي انا رسمناه هو السنتر لاين ده اللي هو عند اكس بصفر والواي بصفر في البلان. الانكريمنت داتا، يبقى انا عايز اعمل كام قطعه وكل قطعه زاويتها قد ايه. المفروض ان انا عندي 8 اعمده، فلازم طالما الف على قد ان انا احط كل عمود عند نقطه، المفروض ان كل عمود في الاخر يطلع عند نقطه معينه ساعه ما هلف، فلازم اعمل العدد اللي هو النمبر بتاعي ده من مضاعفات عدد الاعمده. انا عندي 8 كولم، يبقى يا اما اعمل 8 قطع يا اما اعمل 16 قطعه يا اما اعمل 24 قطعه وهكذا. وليكن عملنا 24 قطعه اللي هو عدد الاعمده في 3 او عدد الاعمده في 2 او عدد الاعمده في 4 او عدد الاعمده في 1. النمبر لازم يبقى عدد الاعمده مضروب في 1 او 2 او 3 او 4 من مضاعفات عدد الاعمده. والانجل عندي اللي هي الانجل 360 درجه كلها على عدد القطع اللي هو 24، يبقى المفروض انا هعمل 15 درجه خلاص 24 مره، يبقى مضروبهم في بعض يطلعوا 360 درجه. ونقول له هنا ديليت سورس اوبجكت، فانا ما كانش هيفرق معايا بقى ان انا ارسم الخط اللي هو ده الراسم ده بقطاع 25 في 50 ولا قطاع 80 في 35 ولا ال سيكشن ولا ريكتانجولر سيكشن، او كده كده اترسم وهيتمسح في الاخر. نعمله ديليت سورس واعمل اوكي، نلاقيه اختفى اتمسح ومفيش حاجه جت مكانه. في 3 دايمنشن في الدوم هي اتولدت. ممكن نتحرك كده بالاسهم بتاعه الكيبورد، لو جبنا الفيل اوبجكتس من هنا علامه الصح دي فيل اوبجكتس، تلاقي البلاطه اللون البنفسجي بتاعها لبره. انا دايما عايز اللون البنفسجي يبقى هو الملامس لسطح الميه، عشان لما نيجي نحط البريشر بتاع الميه نحطه بالموجب، يبقى دايما نحط اللون البنفسجي ده ملامس لسطح الميه. ليه؟ لو انا جيت ظهرت كده اللوكال اكسس بتاعه البلاطات، نلاقي هنا اللوكال اكسس لجوه، اللوكال اكسس هنا لجوه اللي هو ده اللي هو ده الازرق ده لجوه كده، وبرده هنا لجوه كده وهكذا، كل اللوكال اكسس لجوه. انا لما اجي احط حمل الميه كده هضطر احطها بالسالب، انا عايز احط حمل الميه بالموجب لكل القطاعات بتاعتي او لكل المناطق اللي عليها ميه. فالافضل ان انا هروح جاي قالب، اروح جاي قالب البلاطات ديت، نعمل لها ريفرس لللوكال 3 بتاعتها، نختار ده كده ونعمل اساين اريا ريفرس لوكال 3. يبقى انا قلبت كده المحاور بتاعتها اوكي، كده اللوكال اكسس بقت بتاعتي لبره اهي. يعني انا لو حطيت حمل الميه جوه الخزان ده احطه بالموجب لانه هيضغط لبره. طيب تخانه البلاطه دي قد ايه؟ القطاع بتاع البلاطه لو انا عملت عليه كليك يمين كده
وشفت الاساينمنت بتاعته هقول لي السكشن نيم اريا سكشن 1. طب اريا سكشن 1 ديت اللي هو حاططها لوحده اوتوماتيك، يبقى نيجي من قائمه ديفاين اريا سكشن، في اريا سكشن 1 اهي لو شفناها كده موديفاي وشو اقطعها متر. طب الغيها؟ لا نخليها لانها هتنفعنا بعد كده. انا هضيف قطاع جديد اسمه وليكن دوم، اد سكشن وسميناه دوم. الدوم ديت السكنس بتاعها 0.12 و0.12 سواء كان في البندنج او في الممبرين، ونعمل اوكي اوكي واخصص ديت ليها، نختار الدوم ديت ونعمل اساين اريا سكشن للدوم اوكي. بقت ديت اسمها دوم دلوقتي وكتب لي عليها قطعها اهو دوم. بقى انا كده ظبطت المحاور بتاعتها وظبطت القطاع بتاعها. تعال نروح في الاكس زد تاني نلاقي برضو الشافت لسه ما اترسمش، نختار الخط بتاعه ده ونختار بالمره كمان، نختار الدوم ديت اللي تحت الصغيره دي ونعمل ايديت اكسترود لاين تو اريا برضو راديال اباوت محور زد اللي هو ده الراس ده، الاكس والواي بصفر برضو والانجل ب 15 والنمبر ب 24 وديليت سورس اوبجكت نفس العدد نفس كل حاجه طالما ان انت هتشتغل كل القطع ماسكه في بعضها اوكي. هتلاقيهم اختفوا من هنا لان احنا قلنا ديليت سورس اوبجكت وجم في 3 دايمنشن اهم. والمحاور بتاعتهم مظبوطه لان الميه هتبقى كده ملامسه للون البنفسجي تمام، واللوكال اكسس اللي جوه اهو اللوكال اكسس هيبقى يعني في اتجاه ضغط الميه، يعني احط ضغط الميه بالموجب. طب القطاع ده اسمه ايه؟ القطاع ده لو كبرت عليه كده اسميه الاقيه اسمه اريا سيكشن 1. طيب وهو جه ليه في اريا سيكشن 1؟ لان هو اريا سيكشن 1 هي اول قطاع موجوده في الليسته بتاعت ديفاين اريا سيكشن. اريا سيكشن 1 موجود هنا، هو بيحط اي قطاع بيرسمه بامر اكسترود بيحطه اوتوماتيك لاول قطاع في الليسته بتاعت القطاعات بتاعت البلاطه. فانا هختار ديت ونخصص لها الساين اريا سيكشن ونعمل بدل ما نخصصها لاريا سيكشن 1 ونعدله، لا نعمل اد سيكشن ونسميه شافت مثلا. الشافت ده احنا عاملين تخانته 20 سم هنا اهو بوينت 2 ديت بوينت 2 اوكي اوكي. فهي كده اتخصصت لو كبرنا عليها كده اهي مكتوب شافت عليها. برضو الدوم اللي تحت ديت الدوم دي لو اخترناها من اليمين للشمال عشان نخصصها هيختار معايا الشافت، فنختارها من الشمال لليمين ونعمل اساين اريا سيكشن. مفيش هنا قطاع ليها اللي هي الدوم اللي تحت، نعمل لها اد نيو سيكشن ونسميها لور دوم اللي هو الدوم السفليه، وتخانتها 0.3 اللي هي 30 سم في الممبرين وفي البندنج، ونعمل اوكي اوكي. كده اتخصصت للدوم وخصصنا للدوم قطاع اسمه لور دوم اللي هو التخانه بتاعته 30 سم. نجيب الاكس زد بلان تاني نلاقي ان لسه دول برضو ما اتعملوش دول كده، نعمل ايديت اكسترود لاين تو اريا راديال اباوت محور زد نفس العدد وديليت سورس اوبجكت، مسحوا من هنا وجم في 3 دايمنشن. كده مش مظبوط الاسطوانه ديت مش مظبوطه، قطعها اريا سيكشن 1 فاحنا عايزين نعدله، وقطاع الكون برضو اللي تحت ده كليك يمينه كده عليه اريا سيكشن 1 هو كمان، لان بعمله دايما جديد دايما بياخد اريا سيكشن 1 اللي هو اول حاجه في الليست. فانا عايز اعدل المحاور بتاعت الاسطوانه ديت الاول علشان يبقى الاحمر كله لبره والميه اللي هي جوه الخزان ملامسه للون البنفسجي ده. فنختار الاريا سيكشن 1 من سيلكت الاريا سيكشنز اللي اسمها اريا سيكشن 1 اللي هو الحاجات الجديده يعني اللي لسه معموله دلوقتي. هو اختار لي كده المخروط واختار لي الاسطوانه، ونيجي نقول له هنا فيو شو سيلكشن اونلي، يعني اخفي لي كل الناس اللي جوه ديت عشان ما اختارش حاجه غلط، لان لو كنت اخترت الاسطوانه كان هيختار معايا الشافت كمان من جوه. طيب ابدا اختار بقى الاسطوانه، نتحرك بالماوس كده نظبط الرؤيه، نختار الاسطوانه بس متاكد ان هم 24 اريا، هم 24 قطعه، نعمل لهم اساين اريا سيكشن ونعمل اد نيو سيكشن ونسمي السيكشن ده سلندر 30 سم والممبرين سيكنس 0.3 والبندنج سيكنس 0.3 اوكي اوكي. كده اتعدل لها القطاع، وهكذا برضو القطاع اللي تحت ده بتاع المخروط اساين اريا سيكشن اد نيو سيكشن. يعني دايما هنسيب اريا سيكشن 1 زي ما يكون فخ كده احنا عاملينه علشان القطاع اريا سيكشن 1 ده يتخصص لاي حاجه جديده.
وكل مرة بعد ما اعمل اي حاجة لازم الحق اعدلها بسرعة علشان اسيب القطاعات الجديدة اللي هتتعمل تنزل في اريا سيكشن 1. يعني ما سيبش، ما اعملش المنشأ كله مرة واحدة وفي الاخر اجي اختار ما اعرفش اختار اللي انا هعمله، اعدله القطاع واعدله اللوكال اكسس بتاعته، اقلبها لو كانت مش معدول. بالنسبة للكون هنسميله التخانة بتاعته كون، والسيكنس بوينت 3 و بوينت 3. اوكي كده خد القطاع بتاعه. باقي بقى ان انا اقلب المحاور بتاعت السلندر ديت، اختارها اساين اريا ريفرس لوكال 3. اوكي لو شفنا كده المنشأ كله من فيو شو اول، ظهر كله اهو في 3 دايمنشن، كل المحاور اللوكال اكسس 3 اللي هو الازرق ده للخارج، والميه جوه الخزان هتضغط لبره، ضغط البريشر بتاع الميه هنحطه بالموجب مفيش مشكله. نيجي بقى نجيب الاكس زد، نشوف العمود ده احنا قسمناه نخصص له قطاع، نختار ده كده ونعمل اساين فريم سيكشن. طب هو متخصص له قطاع اصلا، انا كنت عامله بامر اكسترود، كنا اخترنا النقطه دي وعملنا له اكسترود لينير لتحت، دلتا زد ب 20 ودلتا اكس ب 2 ودلتا واي بصفر. نشوف قطاعه الاول، كليك يمين عليه ونشوف الاساينمنت، بتلاقيه هو محطوط له قطاع كولم 80 في 30. طب تمام، ده مش محتاج تخصيص ولا حاجه، لو كان اتخصص لقطاع تاني كنا اخترناه وعملنا له اساين فريم سيكشن وخصصنا له العمود. هو اتخصص اوتوماتيك للعمود لان العمود هو اول حاجه في الليسته بتاعتي، هو بيرتبهم ترتيب ابجدي، فالسي اول حاجه في الليسته بتاعت القطاعات بتاعت الفريمز هو حطها اوتوماتيك. لو كان متخصص لحاجه تانيه كنا اخترناه وعملنا له اساين فريم وخصصنا له القطاع بتاعه. باقي ان انا ابدا ارسم الكاميرات الدائريه. الكاميرات الدائريه نيجي في 3 دايمنشن كده، نتحرك بالكيبورد بالاسهم بتاعه الكيبورد، لو اخترنا من هنا كده نقطه ومن هنا نقطه ومن هنا نقطه، دول كده التلات كاميرات، وفي هنا كمان نقطه، نقطه واحده بس، وفي هنا كمان نقطه. اي كاميرا رينج بيم مفروض ان احنا نختار نقطة عندها على المحيط الخارجي بتاع الخزان بتاعي، يبقى في نقطة هنا وهنا 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 وهنا، دول اربع نقط، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول خمس نقط اهم. نعمل edit extrude point two frame radial about محور زد بنفس العدد تمام ونفس الزاوية، الزاوية الكلية تبقى 360 درجة علشان يقفل دايرة كاملة، يعني 15 في 24 هي 360. اوكي هنلاحظ ان نلاقيه ان هو عمل لنا الكاميرات الدائرية هنا وهنا 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 وهكذا. طبعا هنا مش باينة لان هنا البلاطة مغطية عليها، لو جبنا من هنا كده شرينك اوبجيكتس هنشوف الكاميرا الدائرية هنا وهنا وهكذا. نختار بعد كده الكاميرات دي، الكاميرا ديت من الشمال اليمين كده نختارها وهكذا برضو، لو انا عايز اختارها ممكن اتحرك برضو بالايه بالاسهم بتاعه الكيبورد بحيث ما اختارش حاجه غلط، نختار من الشمال اليمين من الشمال اليمين. يبقى انا كده اخترت الثلاث كاميرات دول اللي هم الرينج بيمز دول، ونخصص لهم اساين فريم سيكشن، نخصص لهم القطاع بتاع اللي هو الرينج بيم 25 في 50، وبعدين نختار برضو الكاميرات اللي عند المستوى ده كده من الشمال اليمين عشان ما نختارش معانا الأعمدة، ونتأكد إن هم 24 كاميرا أو 24 قطعة داير ما يدور حوالين الخزان ده، يبقى دي 24 فريم أهو، ومجموعة بلاطات ومجموعة نقط ماليش دعوة بيها، المهم إن عندي 24 فريم مختارهم، نخصص لهم أساين فريم سيكشن القطاع اللي هو ال L بيم ديت. وبعدين في هنا كاميرا أهي من الشمال اليمين برضو نختارها أساين فريم سيكشن اللي هي الهوريزونتال بيم دي اللي هي 80 في 35. كده خلصنا الكاميرات، باقي ان انا اكرر الاعمده، نختار العمود ده وده وده وده، الاربع قطع دول نكررهم، نعمل لهم ريبليكيت وليس اكسترود، لان اكسترود هيعمل لي من الخط بلاطه دائريه او بلاطه اسطوانيه، لا انا عايز اكررهم زي ما هم كده في مسار دائري. يبقى اديت ريبليكيت بقى راديال اباوت محور زد اكس بصفر وواي بصفر زي ما احنا شغالين اللي هو الخط الاحمر ده. النمبر بتاعي انا عندي قطعه فانا عايز 7، النمبر اللي هو الجديد بس،
والانجل بكام؟ هم المفروض كلهم 360 درجة على 8 قطع يطلع 45 درجة، يعني كل قطعة بينها وبين التانية زاوية 45. طبعا ما ينفعش اقسم الزاوية على 7، يعني لو كنت انا حسبتها 360 على 7 كانت هتطلع رقم مش مظبوط، 51 درجة. لا، المفروض ان انا هعمل على 8، بس انا كمان عندي واحد مرسوم فانا عايز العدد 7، لكن انا هقسم على العدد الكلي، يعني الزاوية الكلية على العدد الكلي يطلع 45 درجة. اوكي، يبقى انا كده رسمت الاعمدة. كنت ممكن اختار برضو السبورت معاها، كان يتكرر معايا، انا كنت مختار الكاميرات اللي هي الفريمات بس، مفيش مشكلة لو حطيناه لوحده بيتحرك كده بالاسهم لفوق، ونختار السبورت من الشمال ليمين برضو كده، ونعمل اساين جوينت ريسترين هنجد. اوكي، دول كده 8 اعمدة ب8 نقط. لو شلنا الشرينك تاني كده يظهر لك الخزان كله مرسوم. باقي عندنا ان انا اقسم البلاطات الكبيرة الى قطع صغيرة، اللي هي زي مثلا المخروط دوت. نعمل select area section اللي هو الكون. الكون ده عايزين نقسمه كده، ما اختارش غير الكون. دي طريقة سهلة ودقيقة ان انا اختار اي حاجة. لو انا عندي مجموعة قطعات ورا بعضها مش عايز اختار حاجات ورا بعضها، اختار من select. المهم يبقى لها قطاع اختارها بيه. اختار عندي 24 قطعة اهو، نقول له هنا edit divide area، قطعها لي بالعدد. هي متقطعة في الاتجاه الدائري، خلاص نسيبها زي ما هي. في الاتجاه الرأسي قطعها لي وليكن 5 قطع، وقطعها العكس فهنعمل undo ونختارها تاني select area section كون، ونختار edit divide area، بدل ما هي 1 في 5 تبقى 5 في 1 عشان يقسم في الاتجاه الرأسي. تمام كده. باقي عندي هنا الاسطوانة برضو select area section اللي هو السلندر ال30 دي، ونعمل edit divide area هتبقى و10 في 1، برضو قسم العكس، يبقى نعمل undo ونختارها تاني select area section سلندر، ونعمل edit divide area 1 في 10 بدل 10 في 1. المهم اتأكد انها اتقسمت زي ما انا عايز. باقي عندي جوه الشافت، لو جبنا كده select area section الشافت ده. اوكي، الشافت والدوم اللي جوه كمان بالمرة نزورهم مع بعض، هما الاتنين على بعض، اللي هو الشافت ده والدوم الشافت، وكمان نعمل كنترول ونختار برضو اللور دوم، يبقى كده الاتنين هيختارهم مع بعض. نعمل اوكي، كده اختارهم اللي جوه الاتنين مع بعض اهم. نقول له هنا فيو شو سيليكشن اونلي عشان اشوف الحاجات اللي مستخبية جوه ديت. كده هو خفى كل حاجة ما عدا اللي انا مختاره جوه. الدوم متقسمة تقسيمات صغيرة مفيش مشكلة فيها، في الاتجاه الدائري وفي الاتجاه الرأسي. ديت بس عايزين نقسمها رأسيا لفوق، نقول له edit divide area 1 في 10 وليكن رأسيا لفوق. اهو كده قسمها العكس، نعمل undo ونختار دي edit divide area 10 في 1. اوكي، كده اتقسمت رأسيا. وكونتينوس هنا لو انا حركت كده هتلاقي كل قطعة من الدوم برضو صغيرة وطالعة مع الشافت، طالما ان هو العدد كله كان 24 قطعة اباوت محور زد وانا بعمل اكسترود هتلاقيهم كلهم كونتينوس مع بعض. وفي الاتجاه الرأسي مش مشكلة بقى العدد قد ايه، القطعة كبيرة شوية القطعة صغيرة شوية مفيش مشكلة. نقول له بقى هنا فيو شو اول، كده ظهر الخزان كله. لو عايز اظهر المنشأ ده مجسم بتخاناته، نعمل هنا من علامة الصح دي اكسترود فيو، يطلع لك التخانات بتاعتك بتاعت الاعمدة والكاميرات الرينج بيم اللي فوق واللي تحت والال بيم. باقي عندنا ان احنا نحط احمال المية. علشان احط حمل المية في عندي خطوتين اساسيتين. اول خطوة اني ارقم النقط بترقيم اسمها جوينت باترن، ان انا اعمل النقط دي ترقيم، اديها رقم، اديها كود، اديها ليبل، الرقم بتاع النقطة دي يعبر عن بريجر المية عندها. فانا هدخل معادلة اوصف فيها البريجر بتاع المية.
ادخل المعادله ازاي؟ اروح جايب المنشأ في 3 دايمنشن زي ما انا شايفه كده، واختار النقط اللي الملامسه لسطح الميه كلها. هنا اتحرك كده، ممكن كده نغلط لو انا بختار، ممكن انسى نقط ما اختارهاش ما تظهرش قدامي. فانا احسن حاجه ان انا اطبق المنشأ على بعضه في 3 دايمنشن، وكاني ببص عليه في الاكس زد من قائمه فيو سيت 3 دي فيو، طلع لي الاكس زد وشيل النضاره ديت الابريتشر ديت خليها بزيرو، يعني انت كانك هتبص في 3 دايمنشن بس باصص في المستوى اكس زد. اه كده كان هو بلان لكن في 3 دايمنشن. لو انت اخترت، لو كبرنا على الحته ديت كده، لو اخترنا هنا من الشمال لليمين كده او من اليمين للشمال، يختار لك جميع النقط وجميع البلاطات الملامسه لسطح الميه سواء كانت جوه او بره. يبقى انا عشان اشوف المنشا في 3 دايمنشن في الاكس زد، نجيب من قائمه فيو سيت 3 دي فيو اكس زد من هنا، ونطفي الابريتشر ديت نخليها بصفر وخلاص، نعمل اوكي يظهر لك الشكل ده، تختار منه النقط الملامسه لسطح الميه فقط. النقط الملامسه لسطح الميه ديت سواء كانت بره او جوه، هو يختارها كلها على بعضها بره او جوه الخزان. ونعمل هنا اساين جوينت باترن. الجوينت باترن ديت اللي هي اسمها ديفولت، ان انا ما عنديش غير حمل ميه واحد بس، هنسيبها الديفولت زي ما هي. المفروض ان انا عايز اعمل معادله لاحمال الميه. المعادله ديت هو مديها لك ايه؟ بيقول لك الباترن فاليو اللي هو القيمه بتاعت البرجر مثلا اللي انا عايز ابدا اديها للنقطه دي، النقط دي كلها في قيمه البرجر دي بتساوي فاكتور مضروب في الاحداثي اكس بتاع النقطه زائد فاكتور بي مضروب في الاحداثي واي بتاع النقطه زائد فاكتور سي مضروب في الاحداثي زد بتاع النقطه اللي انت مختارها دي، النقط اللي انت مختارها ديت زائد كونستانت دي. فبيقول لك دخل لي بقى الكونستانتس اي وبي وسي والدي دول. انا طبعا عندي الاكس والواي ما بيفرقوش معايا في البرجر، البرجر بيساوي جاما في اتش بتاع الميه. طيب فانا عندي الاي هتبقى بصفر والبي هتبقى بصفر. السي في زد اه هي دي اللي هي الجاما في اتش، يبقى المفروض ان السي هي الجاما والزد هو الارتفاع اتش، ده اللي هو الواقعي ان الزد هو هيبقى الارتفاع بتاع النقطه والسي هتبقى هي البريشر بتاع الميه اللي هي الجاما اللي هي كثافه الميه. والدي كونستانت. نطلع القيم ديت ازاي؟ دايما الاي بصفر والبي بصفر والسي دايما اللي هي البريشر بتاع الميه بس بسكيل ناقص واحد، يعني هي بريجر الجاما بتاعت الميه بواحد هنضربها في ناقص واحد بقت ناقص واحد. يبقى دايما السي هي ناقص جاما بتاعت الحاجه بتاعتي. طب افرض ان انا كان عندي سويل هو اللي ضغط على الحيطه بتاعت الخزان ديت، كان خزان من نوع تاني، كان خزان ريكتانجولر على السويل او اندر جراوند تانك مستطيل او دائري، نحط السي ازاي؟ السي بالنسبه لي هتبقى سي سي تساوي ناقص كي اكتف بتاعت السويل في جاما. وطالما ان الكي اكتف بتاعت الميه بواحد، يبقى دايما السي بتساوي ناقص واحد لان الجاما بواحد. السي بتاعت السويل، السي بتاعت السويل بتساوي ناقص كي اكتف في الجاما سويل. الجاما سويل وليكن ب 1.8، الكي اكتف بتاعت السويل وليكن 33%، يبقى السي بتاعت السويل اللي كنا هندخلها الكونستنت اللي هندخله هنا ده هنحطه ناقص 33% في 1.8. لكن انا عندي هنا ميه فالكي اكتف بواحد والجاما بواحد يبقى ناقص واحد. الكونستانت دي دوت كونستانت اللي هو ارتفاع الميه في الخزان من الصفر الى اخر نقطه في الخزان، اللي هو هيبقى 12 متر اللي هو 4.8 من الصفر من هنا لحد اخر الميه دي، لكن بشرط ان احنا نكون حاطين الاكس والواي والزد بصفر دول عند بدايه اول ميه في الخزان. الميه اللي في الخزان اللي هي من تحت من هنا خالص اهي انا حاططها عند الايه؟ عند زد بصفر. يبقى اخر نقطه هنا اللي هي عند زد بكام؟ ب 12. يبقى اذا الكونستانت دي بيساوي ارتفاع الميه في الخزان بشرط ان يكون رسمنا الاكس والواي والزد بصفار عند بدايه قعده الخزان من الميه، مش تحت من هنا خالص، هنا زي ما انا رسمه كده مظبوط. يبقى الدي اللي هو هيبقى 12
ونعمل اوكي، هلاقيه كده رقم لي النقط بتاعتي. لو جينا شفنا النقط دي كلها كده، النقطة دي لو عملنا كليك يمين عليها وشفنا الاساينمنتس بتاعتها، يقول لك اه دي متخصص لها جوينت باترن الفاليو بتاعتها بزيرو، يعني البرجر فوق بصفر والقيمة اللي تحتها الاساينمنت الفاليو بتمانية من عشرة، البرجر بيزيد اهو، وانا هنا كليك يمين اساينمنت البرجر باربعة وتمانية من عشرة. طيب لحد النقطة دي البرجر بكام؟ كليك يمين اساينمنت البرجر بكام؟ باتناشر. يبقى كده معقول ان المثلث بتاع المية اهو هيبقى كده. بادئ من هنا بصفر وهنا تمانية، وبعدين مكمل كده البرجر اهوت كده، وبيزيد وانت نازل. القيمة ديت هتبقى اتناشر، وهكذا ده البرجر بتاع المي. من جوه لبره كده وهكذا. بالنسبة برضو للدوم والشافت اللي جوه، البرجر اللي عليهم بادئ من صفر من فوق نازل، كل ما تنزل لتحت البريشر بتاع الميه عمال يزيد، يعني اللي هي جاما في اتش، يعني المعادله اللي احنا دخلناها ديت مظبوطه. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هندخل على البلاطات كلها اللي عليها الميه، نختارها من الشمال اليمين ونعمل اساين اريا لود يونيفورم شيل. دي لو انا هعمل احمال الميه كلها يونيفورم، لو انا عندي بليت وعليه الميه كلها من فوق، لكن انا عايز اعمل حاجه اسمها سيرفس بريجر، يعني بريجر على السيرفس بتاع البلاطات اللي عندي في حاله الديد لود اللي هي الحاله اللي عندي اللي مفيش غيرها ديت. لو انا عايز اعمل حاله تحميل تانية اسمها وليكن ويت ووتر بريجر، ممكن نعملها قبلها من قائمه ديفاين لود كيسز ونسمي ديت ووتر، ونجيب من هنا نوع حالة التحميل ووتر بريجر، اد نيو لود، اوكي. نختار البلاطات ديت نعمل اساين اريا لود سيرفس بريجر في حالة الووتر، باي جوينت باترن نسيب الفيس خمسة زي ما هو، باي جوينت باترن اللي احنا لسه مرقمين بيها دلوقتي اللي هي من صفر لحد اتناشر ديت، المالتي بلاير بواحد بالموجب طالما ان اللون البنفسجي ملامس لسطح الميه من جوه، نعمل اوكي. لو جينا بصينا على البلاطات ديت وخفينا الاكستروجن من هنا، هشوف على كل بلاطه اربع قيم، وليكن البلاطه ديت البرجر فوق بصفر وبعد كده بتمانية من عشرة، والبلاطة دي من تمانية من عشرة لواحد وستة من عشرة، وهكذا. وكأنه رسم لي مثلث المية على البلاطات بالشكل ده. البرجر هنا تمانية اهوت ظاهر، وهنا بصفر، البرجر هنا بستة تمانية واربعين من مية، البرجر هنا باربعة تمانية وتمانين من مية، البرجر هنا بتلاتة، البرجر هنا بواحد وستة من عشرة، البرجر هنا بسبعة ونص أو سبعة وسبعة من عشرة، وهكذا. بالنسبة لبقية العناصر كمان، أنا كده اخترنا كل البلاطات الملامسة لسطح المية وقلنا له يحط عليها سيرفس بريجر حسب الجوينت باترن اللي احنا كنا لسه عاملينها من قيمة شوية. نبدأ نعمل ران، نلغي حالة المودل، نعمل ران ناو، هيجي يقول لي انت ما حفظتش الملف، نحفظه باسم وليكن
water tank ونحله. خلص وقال لي analysis complete. اوكي نظهر النورمال فورسز اللي على الاعمده واللي على الكاميرات. شو فورسز وستريسز فريمز اكسيال فورس بتاعت حاله الووتر. دي نتيجه الميه بس. لو انا عايز اظهر نتيجه الميه زائد الديد لود كمان نعمل كومباينيشن من هنا. ديفاين كومباينيشن ونعمل كومبو عباره عن التوتال لود اللي هي عباره عن ديد لود زائد ووتر لود كل واحد بسكيل واحد. بدي التوتال لودز كلها وركينج لود عباره عن ديد زائد لايف. نبدا نظهر العزوم نتيجتها او النورمال فورس نتيجتها في الفريمز. اكسيال فورس نتيجه الكومبو اللي هي التوتال ديت. القيمه بتاعت النورمال فورس على العمود 160 طن. لو عايز اظهر قيمتها برضو نشيل هنا الفيل دياجرام ونعملها شو فاليوز. دي كده القيم بتاعت النورمال فورس اللي على الاعمده. الفونت عايزين نكبره شويه من الاوبشنز بريفرنس دايمنشنز. الثلاثه دي نخليها 6 8 نخليها 12. اوكي 160 طن ظاهره عندي تحتي على كل الاعمده. ممكن نظهر ربع المنشا بس. لو انا جبته فيو سيت 3 دي فيو في البلان عايز اظهر المنشا في البلان لكن هو في 3 دايمنشن. نخلي الابريتشر ديت بزيرو يبقى كاني هبص في 3 دايمنشن لكن باصص من فوق. واختار ربع المنشا اهو ونقول فيو شو سيلكشن اونلي. نجيب 3 دايمنشن تاني كده هو ظهر لي ربع المنشا بس. ممكن نخفي كمان البلاطات من هنا والبلاطات الاريا نوت ان فيو. كده ظهر لي بس الكاميرات بتاعت اللي هي الرينج بيم اللي فوق دي عليها اكسيال فورس قيمته 32 طن تنشن. والرينج بيم اللي تحت اللي هي ال سيكشن دي عليها كومبريشن 36 طن بالسالب اهوت. والثلاث كاميرات اللي تحت اللي هم الرينج بيمز اللي هم الصغيرين دول عليهم كومبريشن قيمته صغيره. بالنسبة للمومنتس بتاعتها نجيب ام 3 3 قيمة العزوم برضو صغيرة جدا. قيمة العزم هنا 12 على الكاميرا اللي هي ال ال بيم اللي هنا ديت عزم رأسي. بالنسبة للكاميرا الرينج بيم اللي هنا ديت العزوم عليها تكاد تكون بصفر. هي هتشتغل اكسيال فورس بس تنشن. بالنسبة للبلاطات نظهر الشيلز تاني اللي هي الاريا نظهرها تاني ونجيب 3 دايمنشن ونظهر من هنا قيمة العزوم اللي على الشيلز ام 1 1 وام 2 2. هنلاقي قيمة صغيرة جدا 0.005 طن متر فهتهمل. برضه في الاتجاه التاني ام 2 2 العزوم قيمتها صغيرة جدا 0.003 حاجة صغيرة جدا العزوم بتهمل. دايما في المنشآت الدورانية ديت كل الأحمال بتتحول لأكسيال فورسز. يبقى أنا هظهر على الشيلز اف 1 1 واف 2 2. اف 1 1 اللي هو الأكسيال فورس في اتجاه الرينج اللي هو الدائري. هنا على البلاطة اللي ورا ديت 49 طن تنشن. هنا كل ما اطلع لفوق التنشن عمال يقل وهكذا لحد لما اوصل للدوم فوق الاقي عليها الاكشنز بتاعتها بالكمبريشن ناقص 37% طن كومبريشن. بالنسبه للشافت عليه كومبريشن لانه جوه والضغط عليه من بره. ممكن ندور كده بالكيبورد الاسهم بتاعت الكيبورد نشوف الدوم اللي تحت برضو. عليها احمال قد ايه او عليها اجهادات قد ايه. دي كومبريشن. بالنسبه للاف 2 2 اللي هو في الاتجاه الرأسي
شيلز نجيب F22 اللي هو النورمال فورس في الاتجاه الرأسي. بالنسبة للحوائط بتاعة الخزان هتلاقي عليها كلها كومبريشن، لأن المية ما عملتش حمل رأسي على الحوائط ديت، كلها كومبريشن جاي نتيجة وزنها. برضو بالنسبة للشافت كومبريشن برضو نتيجة وزنه، وهكذا. كده نكون انتهينا من شرح الخزان لو عايزين نظهره كله. شو اول ده الخزان كله. عايز اطلع الرياكشن من هنا برضو، جوينت رياكشنز اوكي. ديت الرياكشنز اللي على الاعمدة اللي هتنزل على القواعد، في هنا في اتجاه الرأس 159 طن، وفي هنا 11 طن اكس وواي، دول هوريزونتال فورسز. المفروض ان القواعد تتربط بطاي مع بعضها، او انها تصمم على انها تقاوم الهوريزونتال فورسز وتنقلها على الارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.